مرحبا، شوكم؟ شخباركم؟ لا تتفاجئون، لابسة هالقد ملابس. بس احنا جايين بمركز مدينة غريسون، في مكان تابع للمركز. اليوم عندنا ثلوج. طبعا الثلوج هذه اكثر من مرة تكررت، لكن مو بهذه الشكل. اليوم حتى مركز المدينة صار بيه ثلوج. وطبعا بما انه احنا معطلين تدرون بسبب اللي صار، فقلنا نغير من اجواء الكآبة اللي عايشيها ونجي على هذا المكان اللي مثل ما تشوفون ما شاء الله كله أبيض. فقلنا هم نغير نفسية الجاهل وجينا، وخليكم متابعين ويا للنهاية. طبعا تقدرون تجون على المكان بواسطة المواصلات العامة، النفر 1.75 ليرة شوية، يعني احنا عندنا هسه حاليا ارتفعت الأجرة من فارتفعت عندنا من بداية السنة الأجرة، فجينا عادي يعني ممكن تاخذون دول مش مركز المدينة. هذا المكان اسمه كايدبي، راح أخلي لكم العنوان والموقع بصندوق الوصف. بظهري مطعم للكفتة مشهور، فإحنا هو أصلا جينا قلنا هم شوي نتمتع بالحديقة مالته، وهم شوي بعد نروح ناكل الكفتة. هذا هو المدخل للمرتفعات، يعني إحنا هسه نريد نروح على المرتفعات والكومبات أو الكولاكاية، فنعبر من هنا بالسيارة مالتنا، يعني بالسيارات اللي تجون بيها. فهذا المدخل مالتها، وبصراحه ما اعرف احنا هسه حاليا على ارتفاع ايش قد، لكن هو يعتبر تابع لمركز المدينه. بابايات gidiyor. kaçtı gel. kaçtı dikkat et gelinceye, dikkat et. هذا من هنا مثل ما تتذكرون، اذا شايفين فيديوهات القديمه راح تشوفون انه هنا من هنا مصوره لكم حتى باكثر من مكان، شرحت لكم عن هذه المدينه او عن هذه المنطقه وريحه الكفته من هنا. كولاجاسن شوك زاكوكيو. هذه الاجواء كولاجاسن شوك زاكوكيو. طبعا جينا على المكان حتى ناكل، لانه يعني جعنا وحاليا يعني حيصير اذان العصر. الكفتة مالتهم كلش طيبة، اوصيكم بيها انه من تجون لازم تاكلون هنا. انا صار لي سنين اجي، طبعا ولا مرة صار لي فرصة انه اصور المكان. هالمرة اجيت وقررت انه اصور، ومثل ما تشوفون اجواء حلوة، المطعم بباحة خلفية، فممكن انه الواحد يعني يتمتع بالمنظر ويلعب، خصوصا الاطفال. واكيد صار وقت انه نرجع على البيت، وخصوصا انه الجو كلش بارد وبدا الثلج يكثر ويكثر، فخفنا انه ينسد الطريق. طبعا الله يساعد الناس اللي قاعده هنا، يعني حياتهم بالشتاء شوية تكون صعبه، رغم انه الاجواء الحلوه اللي استمتعنا بها. اكيد اذا حبيتوا الفيديو لا تنسون انه تشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس وتنطون اعجاب بالفيديو. دعما منكم إلى قناتي، أشوفكم في فيديو آخر. مع السلامة.